الاشتراكات. طبعا أحبتي في الله، هنا طبعا التعليقات، لدينا الكثير من المشاهدين الآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه المعلومات كل من يشاهدنا الآن، وأن تكون يعني أن ينتفع بها إن شاء الله. أحبتي في الله، أنا الآن سأقتصر فقط على عرض بعض الفيديوهات، وأعلمكم كيف نستنبط الإعجاز العلمي في علم المياه. يعني مثلا الله تبارك وتعالى يقول، دعوني فقط أشاهد بعض الفيديوهات معكم، أحب دائما أن أتحدث ويكون معنا بعض الفيديوهات، لأن الصورة أحيانا تغني عن 1000 سطر أو 1000 كلمة، صورة واحدة. هناك آية في القرآن تقول والبحر المسجور. طبعا أنا يمكن أن أظهر لكم هذه الآية من خلال دائما يعني من خلال برنامج إحصاء القرآن، سأشارك هذا البرنامج معكم بسرعة هنا. برنامج إحصاء القرآن، نستعرض فقط الآية، نحن لن نقوم بعمليات إحصائية، فقط نستعرض كلمة شجرة في القرآن كم مرة وردت. لدينا هنا أيها الأحبة، لكي نفهم معنى كلمة شجرة، شجرة يعني أنا أمام آية الله تعالى يقول فيها، سأظهر هذه الآية، والبحر المسجور، واضح أحبتي في الله؟ والبحر المسجور. هذه الآية العظيمة أريد أن أفكر فيها. المفسرون طبعا يعني مثل ابن كثير القرطبي استخدموا يعني في بيانات أو معلومات عصرهم، استخدموا حقيقة تفاسير أخرى غير التي نفهمها اليوم، يعني لكي نكون دقيقين طبعا ونتعلم كيف نستنبط المعنى الدقيق، المعنى الدقيق من تفسير الآية ولو خالف المفسرين. يعني أنا دعوني أذهب معكم الآن إلى المفسرين. يعني مثلا أنا لدي هنا موقع هو الباحث الحديث، موقع رائع جدا، وسأشارك فقط سطح المكتب لكي نرى هذا الموقع أحبتي في الله. باحث حديث يعطيك درجة الحديث ويعطينا، طبعا نستطيع أن نبحث بكلمة. ولدي أيضا الباحث القرآني، هنا أيها الأحبة الباحث القرآني، الباحث القرآني يكفي أن نكتب مثلا كلمة المسجور هكذا، سأكبر الشاشة، أعطاني والبحر المسجور، لا أدري هل هي واضح. هنا سأضغط على جامع، على تفسير القرطبي جامع البيان. الله تبارك وتعالى يقول، سأكبر، والبحر المسجور، سنرى كيف نظر إليها علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى. طبعا كلمة مسجور هنا، الله تعالى يقول والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. هنا أيها الأحبة دققوا معي، والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. إذن والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. طيب ما معنى البحر المسجور؟ سننظر الإمام الطبري ماذا قال. أنا طبعا يعني أعمل معكم مباشرة من تفسير الطبري، تفسير الطبري المتوفي سنة 310 هجرية. طبعا هنا البيت المعمور، طبعا نحن لدينا عدة أقوال في البيت المعمور وفي الطور وكذا، ولكن والسقف المرفوع يعني هي السماء طبعا، ولكن هنا نريد أن نرى ماذا قال الإمام رحمه الله الإمام الطبري عن البحر المسجور. اختلف أهل التأويل في معنى البحر المسجور، فقال بعضهم الموقد. الله أكبر. إذن علماؤنا حفظهم الله ورحمهم الله تعالى أدركوا أن البحر المسجور
هو الموقد المحمى المحمى، انظروا. إذا أدركوا أن هناك بحار تشتعل ملتهبة، ولكن حقيقة هم لم يروا هذه البحار، لذلك لجأوا إلى معنى آخر. فقال أيضا البحر المسجور، قال الإمام الطبري عن شمر بن عطية في قوله والبحر المسجور، قال بمنزلة التنور المسجور. إذن المعنى واضح، والبحر المسجور، مجاهد رحمه الله قال والبحر المسجور أي الموقد. وهنا وإذا البحار سجرت، قال أوقدت، وإذا البحار سجرت أوقدت، والبحر المسجور قال سجره حين يذهب ماؤه ويفجر. طبعا قال آخرون المسجور المحبوس. إذن لدينا أقوال للعلماء أحبتي في الله، والبحر المسجور قال بحر تحت العرش، أقوال، ولكن نحن يعني نريد أن نرى المعنى الدقيق. ما هو المعنى الدقيق الواضح أمامنا؟ هل هناك بحارا تشتعل؟ يعني دعوني هنا فقط أتساءل معكم. لو رجعنا إلى القرآن العظيم أحبتي في الله، إلى الآية الكريمة والبحر المسجور، نرى كلمة سجرة كم مرة وردت في القرآن، مشتقات كلمة سجرة. لدينا هنا البرنامج فقط نريد أن نحصي الآيات. الآية الأولى تقول في الحميم ثم في النار يسجرون، إذن يسجرون يحرقون، يعني فيها معنى اللهب والاحتراق والاشتعال والحرارة. طيب الآية الثانية والبحر المسجور، طبعا هذا في الدنيا، لماذا؟ لأنه يقسم بالبحر المسجور أي المشتعل أو الموقد أو المحمى، إن عذاب ربك لواقع. فأنت أيها المشكك عندما ترى هذا البحر الملتهب لابد أن تدرك أن عذاب الله واقع. الآية الثالثة وإذا البحار سجرت، هذا يوم القيامة. إذن ثلاث مرات وردت مشتقات كلمة سجرة في القرآن الكريم، في الحميم ثم في النار يسجرون، في الحميم ثم في النار يسجرون. أصبح لدينا المعنى واضح والمعنى الظاهر للآية، أن القرآن يؤكد أن كلمة سجرة من سجرة التنور أي أحماه، رفع درجة حرارته. الآن أحبتي في الله، أنا لدي هنا لو ذهبنا إلى مثلا جزر هاواي، ماذا نرى هناك أيها الأحبة؟ لو ذهبنا إلى جزر هاواي، دعوني أرى معكم هذا المشهد المهيب فعلا، يعني نرى بالفعل بحرا مسجورا موقد ومحمى، سبحان الله. يعني هذا هو البحر المسجور، انظروا هذا هو البحر المسجور، انظروا كيف تتدفق هذه الحمم المنصهرة، كيف تلهب ماء البحر. هذا بخار يخرج بسبب ارتفاع درجة الحرارة. لا أدري هل الصوت واضح الأحبة في الله، يمكن أن يقولوا هل الصوت واضح أم غير واضح. طبعا أنا لدي هنا أيضا مقطع آخر يمكن أن نعرضه عن البحر المسجور، بالفعل منظر مرعب، انظروا إلى هذا البحر المسجور أيها الأحبة، مرعب جدا. يعني كيف يلهب ماء البحر، والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. طبعا أنا الآن أحبتي في الله أستطيع هنا أن أقول بكل ثقة وأواجه المشككين، أقول لهم القرآن ذكر كلمة سجرة بمشتقاتها ثلاث مرات، مرة مع البحار في الدنيا، ومرة مع البحار في الآخرة، ومرة مع عذاب جهنم، ثم في النار يسجرون. إذن هي معنى اللهيب، معنى الاشتعال. وعندما نرى هذا البحر المسجور الموقد المحمى، نراه بأعيننا اليوم، هذه صور من جزر هاواي، هناك في منطقة غرب أمريكا اسمها جزر هاواي، تتدفق هذه الحمم المنصهرة باستمرار وتلهب ماء البحر على فكرة. المهم أحبتي في الله أن هذا البحر المسجور
الله تبارك وتعالى أقسم به، قال إن عذاب ربك لواقع، ربط بين العذاب وبين البحر المسجور. لماذا؟ كأنه يقول لك أيها المشكك بكتاب الله، انظر إلى هذا البحر، من يستطيع أن يحدثك عنه قبل 1400 سنة؟ مع العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يركب البحر ولا مرة في حياته. النبي لم يركب البحر ولا مرة في حياته على فكرة، وهذا باعتراف المشككين وباعتراف أعداء الإسلام وباعتراف جميع المستشرقين. إذن من أين جاء بهذا المصطلح أو هذا التعبير العلمي الرائع جدا، والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع؟ الآن أيها الأحبة، أنا دعوني فقط أنتقل معكم إلى حقيقة أخرى ذكرها القرآن، وسنتعلم كيف يعني نستنبط هذه الحقائق من كتاب الله تبارك وتعالى. أنا لدي هنا أيضا نار تحت البحر، على فكرة أنا لدي هنا نار تحت البحر تتدفق منها الحمم المنصهرة باستمرار، هكذا أحبتي في الله. لا أدري هل صوت البحر ظاهر أم صوتي فقط. مهم، هذا يحدث أيها الأحبة على عمق 5000 متر. هذا المشهد انظروا يحدث على عمق 5000 متر في أعماق المحيط الهادئ، هذه اللقطة من أعماق المحيط الهادئ يعني. ثم في النار يسجرون. طيب الآن أنت على الرغم من أن هذا البحر المسجور محاط بماء بارد لا تستطيع أن تقترب منه، كيف ستتحمل عذاب الله يوم القيامة أيها المشكك؟ إن عذاب ربك لواقع. كيف ستتحمل عذاب الله عز وجل يوم القيامة وأنت تنكر كلام الله عز وجل وتنكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن حبيبنا عليه الصلاة والسلام له حديث عجيب يمكن أن أستعرضه هنا، يقول إن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. هذا قاع المحيط رقيق جدا، أحيانا يصل إلى 5 كيلومتر فقط أو 10 كيلومتر، مع العلم أن سماكة القشرة الأرضية بحدود 100 كيلومتر 80 كيلو، ولكن تكون رقيقة جدا في أعماق المحيطات، وبسبب ذلك تتدفق منها هذه الحمم المنصهرة باستمرار وتلهب ماء البحر. النبي أنبأ عن أن تحت هذا البحر طبقة ثانية، قال إن تحت البحر نارا، يعني تتدفق النار من تحت البحر. طيب من أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ إذا أيها الأحبة، يعني أنا أنصح كل إنسان يعني يحب ويريد أن يعني كل إنسان يحب أن يتعمق في موضوع الإعجاز العلمي أن يلجأ إلى لغة الصور، لغة الفيديوهات، لغة الحقائق العلمية، يرى، لأن القرآن فيه إعجاز تصويري، يصور لك الكون من قبل أن تراه.